هلا والله، حلقة اليوم من 5 أشياء هي الجزء الثاني من سلاسل ألعاب انتهت أو ما راح نشوفها قريب. خلونا نبدأ. مين منا ما يعرف سلسلة أنشارتد من تطوير الاستوديو المبدع نوتي دوغ؟ اللعبة حققت نجاحات كبيرة، واحد أهم حصريات البلاي ستيشن. على قد ما كانت سلسلة رهيبة وناجحة، قد ما كانت نهاية الجزء الرابع ثيفز إنت نهاية مناسبة للسلسلة. انتهت اللعبة بنهاية مفتوحة، ولا في أي تشويق أو شيء ما تم شرحه في القصة. لكن هذا مو معناته أنه ما راح نشوف السلسلة أبد. انشغال الفريق في Last of Us 2، ولأنه ما أصدر أي نيو آي بي من فترة طويلة كان يقول لنا هذا السبب. واضح أنه ما راح نشوف جزء جديد في أي وقت قريب. سلسلة الرعب Silent Hill من شركة كونامي. أول 4 ألعاب من سلسلة كانت من تطوير فريق داخلي في كونامي باسم Team Silent، بس 6 ألعاب اللي جت بعدها مثل Shattered Memories، Homecoming و Origins كانت من فرق مختلفة من الشركة. إلى حد آخر لعبة من السلسلة واللي كانت باسم PT واللي أصدرت عام 2014 من تطوير هيديو كوجيما، واللي كانت عبارة عن ديمو استعراضي لكيف بتكون لعبة Silent Hill الجديدة. لكن بسبب المشاكل ما بين المطور والشركة تم إلغاء اللعبة وحذف الديمو. لحد الحين اسم Silent Hill غايب، ولا حد إذا كان كونامي ناوي ترجع السلسلة ولا لا. سلسلة Dishonored من تطوير Arkane Studios وصدر منها جزئين، الأول عام 2012 والثاني عام 2016. اللعبة من نوع اكشن تجسس بالمنظور الاول، والجزء الاول جاب مراجعات ممتازة وكثير مدح كمية الحرية في طريقة انهاء المهمات. بعد النجاح المقبول وانتباه العالم لهذه السلسلة، قرر استوديو تطوير الجزء الثاني، وفعلا بعد الاصدار حققت نجاح من ناحية التقييم، واخذ جائزة افضل لعبة اكشن مغامرات في حفل جوائز العاب 2016. لكن الظاهر الجودة متكفي واللعبة ما حققت نجاح تجاري. من بعدها قرر استوديو بشكل رسمي انه حان وقت السلسلة انها ترتاح، بس الاكيد انها راجعة، لكن متى ما حد يدري. سلسلة ألعاب القتال Marvel's Capcom من تطوير شركة كابكوم. اللعبة تقدم شخصيات كابكوم مع شخصيات مارفل في لعبة واحدة. هذه الفكرة وحدها كافية نتخلي لعبة ناجحة. تم إصدار أجزاء كثيرة وكونت قاعدة جماهيرية كبيرة من أول إصدار سنة 1996، تتميز بسرعة الجيم بلاي والأنيميشن وكمية الشخصيات المتنوعة. لكن كل هذا تغير مع إصدار آخر جزء Marvel's Capcom Infinity سنة 2017، كان الكثير متأمل فيها، بس صارت أحد أكثر احباطات ذيك السنة. الشخصيات أشكالها غريب ونقص في المحتوى اللعبة، وكل شيء تقريبا فيها ما كان جيد حتى. للأمانة الجيم بلاي ممتاز، لكن المؤسف أن كل شيء ثاني كان سيء وغير مقبول. لهذا الأسباب اللعبة ما بعد شكل جيد، وصار تناقص سريع لعدد اللاعبين من اللعبة، وشكله لا كابكوم ولا مارفل ناويين يعيدون هذه السلسلة بأي وقت قريب. آخر سلسلة معانا هي Dead Rising من تطوير كابكوم فانكوفر. صدر لها 4 أجزاء رئيسية. اللعبة من نوع أكشن بيت إم أب، وتقاتل أعداد كبيرة من الزومبي، وفيها طابع الكوميديا. برغم أن في ألعاب كثيرة تعتمد على الزومبي، لكن Dead Rising كلها طابع خاص وممتعة. أول جزئين حصلوا تقييم جيدة وباعت بشكل ممتاز، وحتى الثالث كان جيد، لكن كل شيء تغير مع إصدار الجزء الرابع. كثير انتقد اللعبة وكمية الأخطاء اللي فيها وأنها ما عادت زي أول، وما باعت بالشكل المطلوب، وسبب ضعف المبيعات تم إغلاق استوديو كابكوم فانكوفر من بعدها. وبكذا تكون السلسلة ماتت، وما نظن أننا بنشوفها في أي وقت قريب. وهذه كانت 5 ألعاب سلاسل انتهت. أعطونا إيش رأيكم بالحلقة، وأيضا أذكروا إذا في ألعاب ثانية ما ذكرناها في الحلقة. يعطيكم العافية في المتابعة، كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.